الساعة 12 بالليل امبارح تم تطبيق التوقيت الصيفي، كلنا قدمنا التوقيت ساعة واحدة بس. الحقيقة ان السؤال اللي ما زال متداول على كل مواقع السوشيال ميديا هو ايه أهمية عودة التوقيت الصيفي ده؟ يعني ازاي ممكن يكون لي فايدة لينا كمصريين او للدولة بشكل عام في قصة توفير الطاقة وايضا في قصة مواجهة التغيرات المناخية؟ الحقيقة مصطفى في دول كتير عاملة موضوع التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي ده، ويعني انه امبارح حصل التوقيت الصيفي عندنا في مصر، ففي أسئلة كتيرة قوي عن التوقيت الصيفي وليه في الحقيقة في دول كتير بتقدم التوقيت ساعة في الصيف وإيه علاقته بالبيئة والمناخ. ده اللي هنعرفه من الدكتور مجدي علام الأمين العام للاتحاد العام لخبراء البيئة العرب اللي منورنا النهاردة في استوديو صباح الخير يا مصر. أهلا بيك يا فندم، صباح الخير عليك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أهلا بيك يا دكتور مجدي. وفي البداية قبل ما نخش في قصة البيئة وعلاقة هذا الأمر بالتغيرات المناخية، ليه الدول عموما بتلجأ لهذا الأمر؟ والحقيقة طبعا الأساس في اللجوء ده يعني نوع من حفظ جزء من الطاقة المهدرة، بمعنى أنه تقريبا في 4 ساعات، يعني النهاردة انت حياتك لما بتبص للفجر على مدار شهر رمضان اللي فات كنت في الفجر بتقول تلاقي الدنيا ضلمة، يعني الساعة 5 الدنيا ضلمة، النهاردة انت قبلها بساعتين النور طالع. صحيح. ففي استفادة هنا، بتستفيد ساعتين في الفجر وساعتين علشان تيجي العشاء، فبقى 4 ساعات توقيت. ال4 ساعات دول حضرتك مش متخيل لو انت ما بتستخدمش فيهم كهرباء يعملوا لك وفرة قد ايه. يعني صحيح بالنسبة لنا ايه 4 ساعات في ال24 ساعة، لكن احنا بنبص للدولة ككل. بص بقى للدولة والطاقة وأعمدة الإنارة، وبص لكل الكهرباء اللي مستغلة في الفترة اللي لما كان في شهر رمضان اللي فات كانت الدنيا ضلمة واحنا رايحين نصلي الفجر. النهاردة انت بالساعة 5 بتلاقي الشمس تقريبا بدأ الضوء يغطي كل الجزء بتاعنا، وبالتالي انت بتوفر حوالي 4 ساعات في استخدامات عديدة. الاستخدام الاول وهو الطاقة، لان انت بتخفف من الحمل الكربوني، ومصر عاملة برنامج انها بتعمل الديكربونيزيشن، بنتخلص تدريجيا من الطاقة الأحفورية التي تستخدم الفحم والبترول إلى الطاقة النظيفة اللي هي اللي بنسميها الطاقة الجديدة والمتجددة. جديدة لأنه هي كلها طاقة فريش، يعني أنت على طول أشعة الشمس طالعة بتحولها لبليت، للوحة زجاجية، اللوحة الزجاجية تحوش الطاقة الشمسية، وبالتالي بتستخدمها أنت النهاردة في أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم في بنبان في أسوان. ولذلك يعني يمكن اسبانيا بتعمل لسه يا دوبك نوع من العدسات الضخمه جدا اللي هي تجمع كل اشعه الشمس المتناثره، كل ما الاشعه دي يحصل لها ريفراكشن او انكسار بيقل القيمه بتاعتها وقوتها. لكن لما بتعملهم في شكل الطبق ده، تحيتك كنت شايف عندنا القمر الصناعي في المعادي بتاع مصر. أيوة. القمر الصناعي تلاقيه واخد شكل الطبق، هو نص طبق. أيوة. فانت ليه بيجمع بقى الأشعة اللي بتتساقط عليه بالنسبة للطاقة الشمسية، ويعمل حاجة اسمها سنترال بيم أو الشعاع المركزي. سنترال بيم ده بيعملوا بيه غلاية، الغلاية دي تطلع بخار والبخار يشغل طاقة، فانت اشتغلت كل حاجة نظيفة، لا فيها فحم ولا فيها بترول ولا عملت تلوث، وفي نفس الوقت عملت التسخين اللي انت عايزه اللي جاي لك من الشمس. ده الجرين انرجي. ده الجرين انرجي، برافو عليك. هو ده الطاقه الخضراء الجديده اللي مصر عملت لها استراتيجيه، والرئيس السيسي اعلن في الامم المتحده ان مصر ملتزمه باهداف التنميه المستدامه بكامل انواعها، وكامل انواعها تشمل استخدام الطاقه، التخلص من الوقود الاحفوري، اللجوء دايما الى الحلول النظيفه تاتيك بنتائج نظيفه، ما يبقاش فيه حجم من التلوث. النهارده انت الناس بتقول لك هو انتوا عمالين تقولوا لنا احتباس حراري احتباس حراري والدنيا سخنت، ما الاحتباس الحراري ده احنا اللي عملناه. يعني البشريه النهارده لما تبص على الدول الصناعيه الكبرى اللي بيتكلموا مش عايزين لغايه دلوقتي يلتزموا ان هم يمولوا الدول اللي حصل لها ضرر دون ذنب. افريقيا على بعضها انبعاثاتها 4%، الصين وامريكا والولايات المتحده والخمس دول الكبرى انبعاثاتهم قد كل افريقيا دي 20 مرة. انت بتتكلم على قارة افريقيا انبعاثاتها 4%، متخيل يعني 4% مقابل دول لوحدها
عامله 40%. يعني انت لو بصيت على امريكا والصين لوحدهم عاملين نسبه ضخمه جدا من الاحتباس اللي بيحصل بيه اثر عندنا بلا ذنب. يعني يجي عندك تصحر، يجي عندك جفاف، المياه بتقطع بسرعه، المياه اللي عندك تراكمات. اخواننا الشتاء برد قوي، الصيف حر قوي، الصيف حر. اختفوا تقريبا في فصلين اختفوا، يعني فصل الخريف والربيع يكاد يكونوا يعني ايام. يعني انت كنت بتبص لهم على حدش يصدق ان احنا النهارده لغايه ابريل، نص ابريل احنا بالليل برد، بالليل نلبس جواكت. ما حصل تغيرات مناخيه دي حقيقه، لكن هل البشريه بقى هتتجاذب، يعني فعلا هتلتزم بانها توقع على الاتفاقيات اللي كانت في كوب 27؟ كوب 27 اللي مصر عملته عملت فيه انجاز ما حصلش، كان بقى لنا 25 و30 سنه بنتحايل على ان هم يلتزم الدول الصناعيه بما يطلق عليه تعويض الخسائر. بمعنى ان انا في افريقيا ماليش ذنب، انت سببت لي جفاف والغابات اللي عندي جفت، والصومال بلد بحالها كانت غنيه بقت فقيره مش لاقيه تاكل نتيجه ان انهارها جفت. فانا طب مين اللي يدفع الثمن ده؟ كان السؤال اللي مصر طرحته، واللي وزير الخارجيه المصري سامح شكري اصر ان احنا نكمل مده زياده كمان يوم ونص او يومين علشان تطلع جمله انه تلتزم الدول الكبرى بانها تعمل حاجه اسمها تعويض الخسائر اللي حصلت بسبب تغيرات مناخيه لم يكن للدول الناميه زي حالتنا ذنب فيها. انت يعني انت اللي استفدت منها، وانت اللي عملت الوقود الاحفوري. صحيح. وانت وخلي بالك دلوقتي المانيا وكثير من الدول الاوروبيه رجعوا تاني للفحم، وبعد ما حصل المشكله بتاعت الطاقه والخط الغاز اللي جاي من روسيا والخلافات اللي حصلت، الوقود الروسي رجعوا بقى دلوقتي خلاص كله كانه بيقطع شجر وبيشتغل فحم وبيشتغل كل تلوث. خلاص يقول لك انا هعمل ايه، ما عنديش بديل ان انا لازم ارجع تاني للوقود الاحفوري. وبالتالي التغيرات المناخيه الحقيقه اصبحت جزء رئيسي مما يطلق عليه نيو ايرا، الفتره الجديده اللي احنا عايشين فيها، او ال100 سنه دول فيهم تطورات مناخيه لم تكن موجوده سابقا، وبالتالي تحدياتها عندنا اكتر. يعني مين يتخيل ان انت عندك مستوى البحر المتوسط علشان ذوبان 4 سنتي بس في جليد القطب الشمالي يعمل لك تلت الدلتا عندك تغرق؟ انت بتتكلم على حاجات يعني ما كانش حد يتخيل، كنا ساعتها بنتصور انها ايماجينيشن او خيال. دلوقتي انت الذوبان 4 سنتي ده يغرق لك تلت الدلتا عندك. تيجي بعد كده تبص تلاقي الدولة بتعمل ايه. مصر صرفه 750 مليون دولار عشان الكتل الخرسانية اللي حياتك شايفهم في اسكندرية لغاية فرع رشيد ودمياط، دول بنعمل كتل خرسانية قد الصالة دي الكتلة علشان تحمي من شدة الأعاصير والرياح اللي بتجرف الشاطئ. فبتضطر الدولة علشان ترجع الشاطئ تاني تيجي تعمل ألسنة جوه البحر وتعمل صدادات علشان تخف ظاهرة النحر اللي بدأت تاكل الشواطئ عندنا بلا ذنب. يعني انت الجنوب البحر المتوسط ده شايل اسام شمال البحر المتوسط. صحيح. دون ذنب. طب احنا ذنبنا ايه؟ انت استفدت في فرنسا وايطاليا وكل وانجلترا وكل دول الشمال المتوسط، واحنا في الجنوب من اول المغرب لغايه لما نوصل لبنان عمالين ندفع الثمن بلا ذنب لين. وبالتالي المناخ النهارده ما بقاش ظاهرة يعني ما تقدرش عليها رفاهية. طب نربط ازاي الكلام ده كله بقصة توقيت الصيفي؟ يعني خليني اسأل حضرتك، لو انا دلوقتي انا مواطن عادي بسيط ولا فاهم لسه حاجة في الحتة بتاعت المناخ والتغير والحاجات دي، او انا مش مهتم قوي بيها، هيعود عليا بايه؟ ايه النفع؟ هل هيقلل لي فاتورة الكهرباء؟ هل هينفعني في حاجة تمسني شخصيا في الوقت الحالي؟ لا، هتوفر لك استهلاك كهرباء من 4 لـ6 ساعات. والتوفير استهلاك الكهرباء ده لو اتحسب بالكيلو متر تقريبا بيخفض لك من 18 لـ22% من نسبة استهلاكك، أو بالنسبة الإنفاق على فلوس لاستخدام الطاقة الكهربائية. وعلى فكرة عايز أقول لحضرتك هتلاحظ، وبالتالي اللي من قصة استخدام الدولة للغاز اللي بيولد المحطات والسولار، ووفرنا لخزينة الدولة أموال كانت بتهدر في أعمدة الإنارة وفي المؤسسات الحكومية وخلافه. مش بس لخزينة الدولة، ولجيب المواطن. ولجيب المواطن. أنت هتوفر لجيب المواطن تقريبا. لأن هو كان بيجي يسحب في الوقت ده ودلوقتي بقى يتأخر. طبعا، بس هو كمان دلوقتي في نظم، يعني دلوقتي لو تلاحظ في كثير من الشوارع الرئيسية
الدولة عملت سيستم اللي هي الإنارة اللي مطلوبة. يعني أنت ماشي في الشارع بينور لك، الأول ما تخرج العربية تخرج من الشارع تطفي الإنارة. فبدأت توفر دلوقتي، يعني دلوقتي الحقيقة وزير الكهرباء مع وزير الطاقة والبترول عاملين منظومة إن إحنا تقريبا يعني 2035 نعمل تخفيض يصل إلى 40% من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بسبب الطاقة. وبالتالي كل أنواع الطاقة النظيفة النهاردة حضرتك هتلاحظ في كتير من أسطح المنازل بدأ يبقى فيه فوق، تشوف فوق السطوح كده الإطار الزجاجي ده اللي بيجمع أشعة الشمس فوق سطح البيوت. وبالتالي بقت الناس عارفة إن هو تعرف تعمل طاقة شمسية من غير ما تاخد كابل الكهرباء. ووزارة الكهرباء عملت شيء جميل جدا، عملت العدادين، عداد استهلاك كهرباء وعداد استهلاك طاقة شمسية أنت اللي أنت ركبته. كل ما بتخفض أنت الطاقة الشمسية اللي أنت استخدمتها بخصم لك من العداد الكهربي ما يساويها. لو أنت اتكلفت 25 جنيه زيادة وتيجي تحولها لطاقة شمسية بشيل لك أنا 25% خفض. ففي تأثير مباشر مالي على المستخدم، وفي تأثير بيئي مهم جدا أنك أنت تحولت الطاقة إلى طاقة نظيفة وليس طاقة ملوثة. بالإضافة بقى أن أنت في المدن العملاقة اللي زي القاهرة وزي اسكندرية كل ما بتخفف حمل الطاقة واستخدامات الوقود الأحفوري كل ما الحالة الصحية للناس وخصوصا الأطفال وكبار السن بتتحسن تحسن كبير جدا. يعني الناس يقول لك يعني إيه أكسيد كربون وأكسيد كبريت وأكسيد نيتروجين؟ الكلام ده طبعا كلام كيميائي ممكن للجمهور، لكن هو ده اللي ممكن يسبب للناس أمراض وممكن يسبب للناس تأثر فيها. فكل ما بخفض نسبة حرق البترول وحرق الفحم كل ما بزود في صحة المواطن وخصوصا الأطفال وكبار السن. فليها فوائد صحية، ليها فوائد على مستوى الطاقة، ليها فوائد مالية للدولة وللمستهلك. وياريت كلنا نلجأ لوزارة الكهرباء والطاقة في التحول إلى الطاقة الشمسية. وموضوع سهل جدا وبيجي يركبوه. وعلى فكرة في كمان نظام تقسيط، يعني عاملين البنوك في نظام تقسيط انك انت تقدر تعمل فوق السطوح بتاعك جزء من الطاقة الشمسية يخفض من استهلاك الكهرباء بتاعتك. طب لو اتكلمنا بلغة الارقام، عندنا ارقام بتقول احنا ممكن نوفر قد ايه بقصة التوقيت الصيفي، هتوفر الكهرباء فيها قد ايه، الدولة المصرية هتوفر في خزينتها قد ايه من الغاز، الغاز اللي كان بيولد محطات الكهرباء ومحطات الكهرباء عملت كده، هيستفيد ايضا المواطن ازاي، او في ارقام عندنا يا دكتور؟ طبعا يعني انت بتتكلم حد ادنى 18% بيصل احيانا الى 25% خفض في تكلفه استخدام الطاقه. وبالتالي الخفض ده لو وصل ل 25% فالمواطن هيشعر تماما ان في يعني فايده مباشره ليه من التحول الى النظم الحديثه. اهم حاجه وابسط حاجه ان انا اخلي يومي يبدا مع بزوغ الفجر. هذا اليوم بيعمل لك 4 لـ5 ساعات زياده من غير كهرباء. فانت مش محتاج ان انت تنور كهرباء دلوقتي، يعني انت ممكن الساعه 5 في الشتاء من شهرين تبقى الدنيا ضلمه، الساعه 5 النهارده تنزل تلاقي النور في كل حته رباني ومجاني حقيقي. فانا ايه اللي يخليني بقى ان انا اقعد اشغل العمود الكهرباء بتاعه؟ انا الحقيقه بحيي وزارة الكهرباء ايضا في انه دلوقتي الاضاءة بتطفي اوتوماتيك اول ما الشمس ضوء الشمس اول ما لا على سبيل المحلات على سبيل الشوارع المضيئة كل ده هتخفض. هم دلوقتي بيقفلوا 12 او واحدة، فانت النهاردة بدل ما كنت بتشتغل 8 ساعات وانت مولع النور انت النهاردة هتشتغل 4-5 ساعات، فده بالنسبة لك كمان اوفر لقطاع الزراعة. كمان عندنا من القطاعات اللي تقدر تستفيد منها ان انت لما بتبتدي بدري جدا يعني مبكرا صح جدا. في ضوء الشمس صح جدا. انت مش محتاج ان انت يعني تجيب بقى ماكينه ميه ورفع ميه والى اخره. دلوقتي ما شاء الله انت تمشي يعني في احد المشروعات اللي انا بشرف عليها الفلاحين المصريين والشباب الفلاحين بيعملوا هم دلوقتي بيصلحوا هم الطاقه الشمسيه ولا محتاج يجيب مهندس ولا حاجه. ما شاء الله يعني بيعمل يا دوبك موتور صغير جدا حاطط له في حفرة صغيرة نص متر في نص متر وبيعلى طول بقى. ما فيش بقى زمان زي المكنة
الري اللي مطلعه دخان دي والضوضاء ده ما بقاش موجود. ده مجرد ان هو عنده حتى ابن الفلاح هو بنفسه اللي بيشغل وحده الطاقه الشمسيه. النهارده في وادي النقره ووادي الصعايده في اسوان الشباب الفلاحين هناك ما شاء الله مشغلين كل رفع المياه بالطاقه الشمسيه. الدوله كمان عملت مع وزاره الري الشبكات الري بالتنقيط، يعني ما بقاش الاهدار زي الاول. كنت الاول الفلاح يسيب الترعه والقنايه شغاله 12 ساعه ولا 24 ساعه لغايه لما تغرق الدنيا. لا، النهارده بقى في نقطه الميه بتنزل على جدر النبات. فبقى دلوقتي انت بتعمل تقريبا خفض يصل الى 28% من اهدار المياه، وما يوازي نفس الحكايه من اهدار الطاقه. فانت في فوائد عديده جدا من الاهتمام بالتوقيت في قطاع البترول وقطاع الكهرباء وقطاع الزراعه والقطاع التجاري والقطاع المنشات الحكوميه وقطاع النقل والمواصلات. وقطاع النقل والمواصلات يعني لا، انت بتعمل دلوقتي خدمه على جميع مستويات قطاعات الدوله. وعلى فكره مش مصر بس اللي شغاله في عده دول بقى. عده دول على مستوى العالم، يصل الى تقريبا نص دول العالم بتشتغل حسب التوقيت الصيفي والشتوي. يعني مفيش حاجة اسمها مطلقة دلوقتي، لأن الشتاء عندهم طبعا شتاء، يعني يعني جليد وتلج في الشوارع. فلكن في مصر الحمد لله احنا عندنا المناخ يعني مساعدنا ان احنا طول السنة يعني تقريبا الجو عندنا اكثر من رائع يعني. كل الشكر ليك الدكتور مجدي علام الامين العام للاتحاد العام لخبراء البيئة العرب، نشكرك يا فندم على وجودك معنا. شكرا.